وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض هدايا رمضان، هدايا القابله للاكل زي ما تعودنا في الحلقات. النهارده ان شاء الله هنعمل بوكيه من الفواكه، ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل بوكيه فواكه مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل بوكيه الفواكه، وبوكيه الفواكه المقادير بتاعته عباره عن فواكه مشكله، كل واحده على حسب اللي بيحبه. عندنا فراوله، كانتلوب، عنب، كريز، لو في توت ازرق واسود، برقوق اصفر واحمر، نكترين، ريحان، لو الموسم موسم بطيخ او مانجا او اي فواكه تانيه احنا بنحبها ممكن نعملها بالشكل ده. هنجيب أي حاجة شكلها حلو، علبة، وهنحط فيها الفوم اللي احنا شايفينه ده اللي هو ستايروفوم، بنقطعه على المقاس المظبوط للعلبة، وبعد كده هنبتدي نحط الفواكه في أسياخ خشب. عندنا أطوال مختلفة علشان نبتدي نزوق السبات بتاعنا. هشغل الميكرويف، أنا حاطة جيلاتين جوه. الجيلاتين هيساعد إن هو يحافظ على الفواكه وقت أطول، وكمان يحفظهم من الأكسدة بحيث إن مفيش حاجة لونها يتغير، لأن الجيلاتين هيبقى طبقة عزلة ما بين الفواكه والهواء. أوكي، نبتدي نشوف. اوكي، ممكن نعمل اللي في النص اطول شويه. اوكي، بالشكل ده. احنا بس هنحط حاجات كده عشان تبقى يعني زي جايد لينا، علشان ما يبقاش شكل السبت مش مساوي. يعني دول ممكن اشيلهم، ارجع اشيلهم تاني في الاخر، بس انا عايزه اشوف هطلع قد ايه من الجناب، هقصرها شويه. اوكي، نقصرهم شويه عشان ما يبقاش كبير قوي من الجنب. ودلوقتي لما هاجي احط بقيه الفواكه اعرف ان انا من هنا يبقى نازل بالشكل ده، ومن الجناب ما يطلعش عن كده. اوكي، الجيلاتين دلوقتي جاهز، مجرد ميه وجيلاتين، وما نكترش الجيلاتين قوي، احنا مش عايزينه يبقى حاجه ماسكه جامده قوي، احنا بس عايزين نحافظ على الفواكه. اوكي، ممكن نبتدي بفراولة. اوكي، انا هشيل دي واحط دي بقى في النص بدلها. الجيلاتين هيخليها بتلمع، وفي نفس الوقت هيحافظ عليها ان هي ما تتبلش، ولو حاجة بتغير لونها ما تغيرش لونها. ناخد برقوق أصفر. نعمله أقصر من الفراولة. عشان طبعا الجيلاتين لسه سخن فهنلاقيه بينقط شويه، بس دي مش مشكله.
نحاول نظبط ان كله يبقى نفس الارتفاع، نطلع دي فوق شويه. اوكي وبعدين اي حاجه هتتبقى من الفاكهه اللي احنا بنشكلها دي ممكن نعمل بيها فروت سالاد او اي حاجه تانية احنا بنحبها. اوكي ناخد شويه من العنب ونبتدي نحطهم بالشكل ده. وبالنسبة للحاجات الكبيرة شوية زي الكانتلوب هنحتاج ان احنا نقطعها، اي قطعة عندنا هنعمل منها وردات بالشكل ده علشان يبقى شكلها كأنها ورد، ونبتدي برضو نحطها. اوكي ونبتدي نشبك الورد اللي عملناه بالكانتلوب بالشكل ده ونحطه برضو فيه. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل نحط بقية الفواكه في البوكيه اللي احنا بنعمله. اهلا وسهلا بيكم، نكمل مع بعض بوكيه الفواكه اللي بنعمله. أنا فضلت أشبك بقية الفواكه زي ما احنا شايفين وببص بدور على أي مكان يكون لسه الفوم الأبيض باين منه وأحط فيه أي نوع من أنواع الفواكه اللي يغطي لي الفوم تماماً. نشوف كده لو في اي حتة فاضية نحط فيها. وبعدين هناخد اوراق ريحان وهنبتدي نحطها وسط الورد اللي عملناه او البوكيه اللي عملناه من الفاكهة علشان هيملى برضو بقية الفراغات وهيخلي شكله أكنه بوكيه طبيعي. وبرضو نبص لو في أي أماكن فيها الفوم باين ممكن نحط ورق ريحان، ممكن نحط نعناع برضو للي يحب. اوكي وبكده نكون خلصنا تزيين
البوكيه اللي هنقدمه، وزي ما احنا شايفين هو من كل الجوانب طالع بنفس المسافة وبنفس الشكل، بحيث ان هو يبقى بوكيه مساوي جميل ويعجب ان شاء الله الأهل والأصحاب اللي هناخده لهم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم في حلقات تانية على خيرة الله، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودوا عليكم بالخير واليمن والبركات.